تزامنا مع التحديات الاقتصادية العالمية والإجراءات اللي اتخذتها الحكومة المصرية لكسب الاستثمار الأجنبي وتعزيز تنافسية الاستثمار المصري، عايز أعرف من حضرتك إيه هي أبرز القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمار؟ تاني، احنا طبعا مأكدين بصورة كبيرة جدا على قطاع الصناعة، وهذا القطاع قطاع واعد جدا واحنا شغالين فيه بقوة، وتحديدا في مستهدفاتنا من بعض الصناعات اللي احنا شايفين ان محتاجين نعمق التصنيع المحلي ونزود يعني قدرات الصناعة المحلية على انتاجيتها، ومحددين هذه الأولويات وحضراتكم عارفينها في الفرص اللي احنا محددينها. ولكن مع هذا القطاع موضوع الطاقة الجديدة والمتجددة، وده قطاع شديد الأهمية النهاردة ومستقبل العالم كله بيتكلم فيه، وكل بيجمع إن مصر لديها فرصة كبيرة جدا في هذا القطاع بحكم الموقع، بحكم سبحان الله الطبيعة الجغرافية. احنا صحيح يعني نسبة كبيرة جدا من أرضنا صحراء، لكن في المقابل ممكن هذه الصحراء تكون فرصة لتوليد طاقات جديدة ومتجددة، على الأخص الشمس والرياح. فبالتالي تصنيع مستلزمات هذه الصناعة المهمة جدا، ده النهاردة شغلنا الشاغل. النقطة الثالثة وهو موضوع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات اللي هي الداتا سنترز، والشغل الكبير اللي احنا النهاردة بنتحرك في هذا الملف أيضا. وعايز أقول لحضراتكم يعني البعض ممكن بينظر لها بصورة سلبية إن الشباب المصري بيسافر وبيروح وبيجي. لما قابلت امبارح الحقيقة عدد من رؤساء مؤسسات عالمية وبعض رؤساء وزراء ووزراء معنيين في بعض الدول، إعجاب بالشباب المصري اللي راح عندهم واشتغل عندهم في هذا القطاع تحديدا، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال. يعني عايز أقول إن ده جزء من القوة الناعمة لمصر، إن تواجد عدد كبير من الشباب المصري النهاردة بقى في كل المؤسسات العالمية والإقليمية وفي الدول العربية الشقيقة، ومش الدول العربية بس، إحنا بنتكلم كمان على أوروبا. طب أنا هقول لحضرتك، يعني أنا كنت قاعد امبارح مع واحدة من مش عشان ما نقولش الأسماء، هي واحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال ومقرها الرئيسي الهند. الهند طبعا حضراتكم عارفين مدى يعني سيطرتها على سوق السوفت ويرز والكلام ده كله. بيتكلم معايا رئيس هذه الشركة وهو هندي ان الشباب المصري اللي اشتغلوا في هذه الشركة العالمية مستواهم يعني يفوق قرنائهم من جنسيات كثيرة جدا جدا جدا، وهو شايف ان ده بوتنشال كبير قوي او امكانيات واعدة للاقتصاد المصري، وبيقول انتوا دوركم مهم جدا. عشان كده لما كنت بكلمكم من مرتين على الجامعات وتركيبة النهاردة أعداد الطلبة اللي ابتدينا نغيرها علشان ندخل ونزود عدد اللي بيتخصصوا في هذا المجال، احنا بنشتغل بجد، بنشوف العالم عايز ايه وبنتحرك وبنشجع شبابنا ونشجع الوعي ان هذه النوعية من الصناعات هي المستقبل، وهي دي الفرصة، وهي دي العائد الأكبر سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. يعني انا هقولها لحضراتكم، يعني انا هيفرحني ان سواء هم موجودين جوا مصر او حتى بره مصر، لانه في النهايه هم الشباب دول حتى لما بيشتغلوا بره بيرجعوا يجوا يستثمروا هنا، بيحولوا فلوسهم هنا لاهاليهم، فبالتالي انا مستفيد في جميع الاحوال.